بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هعمل معاكم تورتاية حلوة قوي هتعجبكم بجد، لو مشيتوا على نفس الخطوات اللي انا هقولكم عليها بجد هتعجبكم وهتطلع معاكم تحفة. هتكتبوا عليها بقى اللي انتوا عايزينه، هتزينوها زي ما انتوا عايزين بالطريقة اللي انتوا حابينها بلمساتكم انتم، هتحسوا كده بمتعة وانتوا بتعملوها، عمرك ما هتفكري انك تشتريها تاني من بره، هتطلع معاكي احسن طبعا في النظافة والجودة، هتبقى زي بتاعت بره ويمكن احسن كمان، بس زي ما قلت لك اتبعي كل الخطوات وبإذن الله هتطلع معاكي جميلة جدا. انا زينتها بطريقة كده على السريع، سريع سريع كده، وبرضو طلعت شكلها جميل. انت زيني زي ما قلت لك، زي ما انت حابة بالطريقة اللي انت حباها، بفاكهة بقى حطي، بأي حاجة حطي، الموجود عندك امشي بيه. شايفين بقى بعد ما اتقطعت حلوة قوي دايبة كده دوب، بصراحة الكاميرا ظلماها يعني. يلا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي بقى الفيديو ونشوف هنعمل كيك الاسفنج ازاي وهنزين ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا عشان اعمل تورتاية كبيرة محترمة زي اللي انتم شايفينها دي، هحتاج 12 بيضة، هحتاج فانيليا، هحتاج نص كوباية مية، اقل من نص كوبايه زيت، معلقتين كبار نشا، مج كده حلو محترم من السكر، وهحتاج طبعا كوبايتين دقيق وباكو كيك شيف. المقادير دي هتعمل لك تورتايه كبيره كده حلوه زي اللي انتوا شفتوها. يمكن كمان بصراحه الكاميرا ظلمها، ده هي كبيره ما شاء الله عليها. انت عايزه بقى تعملي صغيره، تكون صغيره عن كده، فهتعملي بنص الكمية، يعني هتعملي بست بيضات. على فكرة انت ممكن تعملي بدل 12 بيضة دول 10 بيضات، ولو هتعمليها نص الكمية دي هتبقى 5 بيضات عادي، ما فيش اي مشكلة، بس انا بحب بس البيض زيادة شوية. انا هنا دي عملت فيه ايه عشان الخطوة دي معلش اتقطعت مني، حطيت نخلت كوبايتين دقيق، مجان حلوين كده دقيق نخلتهم معاهم باكو كيك شيف، يبقى كوبايتين دي باكو كيك شيف، ذره ملح، معلقتين كبار نشا، دي كلها المقادير الجافه نخلتها على بعضها، وهسيبها لكم برده المقادير في صندوق الوصف. عملت ايه بقى دلوقتي؟ جبت بوله حطيت فيها البيض، حطيت فيها ال 12 بيضه، وهبتدي ان انا احط شويه فانيليا وهضرب، هضرب شويه كده وهنزل بالسكر. يبقى انا حطيت البيض والفانيليا وهنزل بقى بالمج بتاعي سكر، وافضل اضرب شوية، وبعد كده هحط معلقة كبيرة حلوة كده محترمة من الخل، ما تخافيش خالص من الخل، الخل هيرفع معاك الكيكة وهيضيع ريحة زفارة البيض، مش هيبقى له اي طعم في الكيك، ما تقلقيش خالص، اوعي تقلقي منه، بس بجد هيفرق معاكي قوي في الكيك، لازم تحطي معلقه خل كده حلوه كبيره. انا مش عايزاك تستهتري بالتفاصيل الصغيره اللي بقولك عليها، لان ده اللي هتخلي الكيك ناجح معاكي. يبقى انا حطيت ايه؟ اقول تاني، حطيت 6 بيضات، اللهم صل على محمد، 12 بيضه، حطيت عليهم شويه فانيليا، حطيت كوبايه سكر، وحطيت معلقه كبيره من الخل، هفضل اضرب بقى في الخليط ده لغاية لما يملى معايا البولة اللي انتوا شايفينها دي، لونه يفتحها عن كده، هو لونه اصفر اهو، هيبقى لونه دلوقتي ابيض، هيملى البولة، حجمه هيتقل، القوام بتاعه هيبقى تقيل. مش هحط بقى الزيت والمية، يعني فاضل دلوقتي من المقادير السايلة اللي هو الزيت والمية، مش هحطهم دلوقتي غير بعد ما هضرب حوالي 10 إلى 12 دقيقة في البيض، لغايه لما يتقل وحجمه يكبر زي ما هتشوفوه. اللهم صل على محمد. ابتدي ان انا انزل بقى بالزيت شويه بشويه وانا بضرب، وفي نفس الوقت برضو بعدها بشويه هنزل بالميه شويه بشويه وانا بضرب برضو. انا عايزاكم تضربوا
بالمضرب الكهربائي كده في اتجاه واحد، يعني انت هتضربه في اتجاه واحد، مش هتلف شوية وترجع تلف العكس كده، هتضيعي الهواء اللي انت بتدخليه في البيض، وهو ده بقى عامل الرفع عندي في الكيك. مش هنحط محسن جيلو او اي حاجة، لا احنا هنعتمد بس في رفع الكيك السفنجي معايا على ضرب البيض، وعلى بس باكو كشف، مش اكتر من كده. خليكي بقى اضربي اضربي لغاية شايفين القوام عمال يتقل والحجم بيكبر ازاي، شايفين؟ خليكي بقى افضلي اضربي اضربي. انا عايزاكي ريحتي المطبخ مثلا دقيقة، تزودي كمان دقيقة على مدة الضرب. انتي مدة الضرب لازم تكون معاكي 15 دقيقة ضرب متواصل، 15 دقيقة ضرب بالمضرب. ريحت المضرب دقيقة دقيقتين، تزودي الدقيقة دقيقتين دي على 15 دقيقة، يبقى ضرب البيض لازم يكون 15 دقيقة. ده لوحده، غير انك هتريحي المضرب طبعا، ده هيكون له وقت لوحده. ركزي معايا في كل الخطوات دي، شايفين القوام تقول ازاي؟ هبتدي بقى في الخطوة دي اللي انا انزل بقى بالايه؟ بالزيت شوية بشوية، وانا برضو بضرب وفي نفس الاتجاه، في اتجاه واحد وفي نفس الاتجاه، مش هغيره عشان ما ضيعش الهواء اللي انا دخلته وانا بضرب البيض. زي ما قلت لك ركزي معايا كده في كل الحاجات، التكات البسيطة اللي انا بقول لك عليها ديت، هي ده اللي هتفرق معاكي في اللهم صل على محمد في نجاح الكيك الاسفنجي. ان شاء الله هعملها برضو بطريقة تانية معاكم، اللي هو هفصل البيض لوحده والصفار لوحده، وهنجرب مع بعض برضو الطريقة التانية ديت، وهنشوف ايهما افضل، الهين الحلوة الطريقة الكويسة اللي فيهم. هبتدي بقى انا ازود السرعة، هضرب على سرعة عالية وفي اتجاه واحد زي ما قلتلك. انا خلصت كمية الزيت، هبتدي بقى انزل بالمية، نص كوباية المية، وشوية بشوية كده وانا برضو بضرب. انا نسيت اقول لكم قبل ما ابتدي ان انا اشتغل في ضرب البيض، لازم اولع الفرن اللي انا هدخل فيه الكيك. انا ولعته على درجة حرارة 180 لغاية لما اخلص، هيكون سخن كده وبقى حلو. هتدخلي بقى الكيكة عليه على طول، هو ساخن هترفع معاكي مش هتهبط منك. اوعي 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 تدخلي اي كيك في فرن بارد، اي كيك سواء اسفنجي او عادي، لازم عندك يكون الفرن والع سخن من قبلها. شايفين الهواء اللي دخل الفراغات اللي جوه في الفقاقيع الصغيره دي اللي جوه في البيض، ده الهواء اللي انت دخلتيه. خلاص هو كده، خلاص الضرب معايا خلاص. هبتدي ان انا انزل بقى بالدقيق. انا نخلت دقيق مره بكل المكونات اللي انا قلت لكم عليها، باكو كيك شيف وذره الملح ومعلقتين النشا. هنخله تاني منخل كده صغير معايا، وايه منخل هبتدي احط شويه بشويه، انخل مع حوالي معلقه بمعلقه كده، واضيع من تحت لفوق بمضرب بقى يدوي، مش ما استعملش بقى هنا المضرب الكهربائي عشان ما تبوظيش الدنيا، بمضرب يدوي او بمعلقه او شوكه او اي حاجه. هتنخلي معلقه بمعلقه وتضيعها في الخليط، معلقه بمعلقه وتضيعها في الخليط. اصبري شويه على الكيك عشان يبقى معاك كويس، ما تستعجليش وتبوظي الدنيا، هيغلبك بس شوية كده في الاول، بس بعد كده خلاص هيتمزج معاكي بسرعة، والكمية هتخلص معاكي بسرعة ما تقلقيش. هتبتدي تنزلي الدقيق كله شوية بشوية شوية بشوية، ولو وصلت القوام اللي انا هوريهولك ده قبل ما الدقيق يخلص، فضل شوية دقيق خلاص سيبيهم اركنهم على جنب المرة تانية، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. وانت بتصبيه كده في الصينية ينزل زي الشريط. خلاص نزلت كل الخليط في الصينية، هضربها ضربتين على الرخامة
عشان تبقى مستوية كده زي بعضها، وادخلها متساوية زي بعضها، وادخلها بقى الفرن الساخن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180. هتاخد حوالي 25 دقيقة 30 دقيقة بالكتير، وهتستوي معاكم. خلاص استوت، واختبرتها بسكينة، لقيت السكينة او الخلة او كده اللي انت اختبرتها بيها طالعة نظيفة من قلبها، ما فيهاش اي عجينة او اي حاجة، يبقى كده استوت. انا لما اختبرتها لقيتها، اختبرتها اول مرة لقيت طالع فيها حاجات بسيطة كده في السكينة، فكانت عايزة يدوب دقيقة دقيقتين، سبتها دقيقتين وبعد كده طفيت عليها الفرن، اللهم صل على سيدنا محمد، وسبتها بقى تبرد مع الفرن، ما تطلعهاش مرة واحدة، ما تطلعهاش مرة واحدة علشان ما تهبطش منك. في الوقت ده هشتغل في الكريمة بقى. الكريمة جبت ايه؟ جبت 2 كوباية كبار من المية، اللهم صل على سيدنا محمد، حليت فيهم شوية سكر كده في الخلاط على السريع. انت ممكن تحطي 1 كوباية سكر بودر لو عندك سكر بودر، تحط المية وكوبايتين مية، 1 كوباية سكر بودر وتكون صغيرة كده مش كبيرة، وتحطي تمن كريم شانتيه، يعني هو المقدار 2 كوباية مية وكوباية السكر الصغيرة ديت البودر وتمن كريم شانتيه، دي على مقادير التمن، تمن الكريمة، كريمة سادة طبعا. انت لو الكريمة عندك جايباها في اكياس كده بسكرها، فانت هتحطي بس المية او اللبن وتضربي وخلاص. فانا جايباها كريمة سادة، حطيت عليها، حلتها كده في شوية سكر في الخلاط لان ما كانش عندي سكر بودر، بس يكون على فكرة يكون اللبن او المية اللي تشتغلي بيه لازم تكون طالعة من التلاجة، تكون متلجة عشان تمسك معاك الكريمة بسرعة. وتبتدي بقى تقلب الكيك بتاعك وتنضفيه من كل الجوانب، مش عايزة فيه حاجة ناشفة، من تحت ومن فوق كده تنضفيه بالسكينة. الكريمة انا عندي عملت جزء ابيض وجزء حطيت عليه كاكاو عشان يبقى كده لونه كده زي لون الشوكولاتة كده، لونه يعني كافيه كده. هستعمل جزء بالابيض وجزء عليه كاكاو، وزي ما قلتلك التزيين زي ما انت حابه. عايزه تخلي كل الكريمه بيضه كلها ملونه، حط لون احمر عليها، بصي زي ما انت عايزه، فنني بقى في التزيين زي ما انت عايزه. انا عملتها كده بس تزيين كده على السريع، انت بقى براحتك خالص، زيني زي ما انت عايزه، ابدعي بقى وفكري، ابدعي انت زي ما انت عايزه. هبتدي ان انا اجيب الكيكه بس بعد ما تبرد، مستعجله عليها، حطها نص ساعه في الثلاجه وبعدين طلعاها بقى قطعيها، ما تقطعيش الكيك على طول وهو سخن عشان ما يفرولش معاك، لازم تسيبيه يبرد خالص او تحطيه حتى في الثلاجه شويه كده نص ربع ساعه نص ساعه لو انت مستعجله على ما تبرد، وبعدين تطلعيها تقطعيها. انا قطعت هنا الكيك لتلات قطع، انت ممكن تعملي 4 عادي، 2 زي ما انت عايزه، وحسب برضو الارتفاع معاك. انا الارتفاع كان ممكن يعمل معايا 3، اللهم صل على سيدنا محمد، كان ممكن يعمل معايا 4، بس انا قطعتها كده على 3 لان الكريمه كانت بصراحه بسيطه عندي، يعني هو تمن كريمه في الكيكه المحترمه الكبيره دي ما يعملش حاجه بصراحه. فانت كيكه بالحجم اللي انا عملته ده هتجيبيله ربع كيلو كريمه، هتجيبي ربع كيلو كريمه للحجم اللي انا بقول لكم عليه ده اللي انتوا شايفينه. فالتمن بصراحه كان ظالمها، يعني معرفش اطحنها كويس. انت حط كميات محترمه من الكريمه بين الطبقات وبرده من الجوانب ومن فوقيها وكله، ظبطها كده بالكريمه عشان تبقى حلوه معاكي. جبت بقى قاعده التورتايه اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات، ارجعي بقى الفيديو لو عايزه تعرفي انا عملتها ازاي. جبت قاعده التورتايه، حطيت عليها اللهم صل محمد شويه كريمه كده عشان تمسك تورتايه، تمسك كيك، يمسك كده في القاعده ما يمشيش معايا. وهبتدي ان انا انزل بطبقات الكيك وادهن بين كل طبقه وطبقه بالكريمه. ممكن تسقي الكيك معايا بالشربات برضو، هتخليها طرية وحلوة معاكي.
وممكن تسيبها من غير ما تسقيها عادي برضو، مفيش مشكلة. انا زي ما قلت لك عايزه تشوفي القعده، ارجعي الفيديو اللي قبل اللي فات، وانت هت اللهم صل على محمد هتلاقيه عندي موجود عندي على القناه، الفيديو العمل عمل قعده تزيين التورته، القعده بتاعه التورته، والقمع برضو بتاع التزيين، وكمان القراطيس اللي هتزيني بها برضو، هتكتبي بيها هتعملي بقى اي حاجه. فانا عامله 3 مكونات دول معايا، على 3 حاجات دول عندي على القناه في الفيديو. هسيب لك برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف لو عايزه ترجعي له، وهسيب لك برضو المكونات اللي انا اشتغلت بيها بالظبط. هبتدي بقى ان انا انزل بال ده الام على فكره، اللي انا عملته حلو قوي بصراحه. انا بس فضيت بالكريمه وعملتها كده، ما عملتش بقى وردات وكده لان الكريمه ما كانتش كتير معايا. حطيت بقى الكريم الشوكولاته. عايزه اقول لك بين كل يعني كل خطوه وخطوه تحطي بس الكيك شويه في التلاجة يمسك نفسه شويه، يعني حطيت الكريمه حطيه في التلاجة يمسك نفسه شويه، وبعدين حطي الشوكولاته، وبعد حطيت الشوكولاته حطيه في التلاجة شويه، وبعدين اكتبي بقى عليه عشان ايه يبقى كده مظبوط معاكي، والدنيا حر طبعا وما تسيحش معاكي. زيني بقى زي ما انت عايزه، يا رب اللي تعجبه الطريقه. لايك بقى وشير واشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. ما تنسيش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.